وفاة أبي لهب. في هذه السنة توفي عبد العز بن عبد المطلب بن هاشم القرشي المعروف بأبي لهب، وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان من أشد الناس عداوة للمسلمين في الإسلام. لقب في الجاهلية بأبي لهب لأنه كان أحمر الوجه، كان غنيا عتيا، آذى المسلمين وحرض عليهم وقاتلهم. لما جمع النبي قريشا ليدعوهم إلى الإسلام قال أبو لهب: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت السورة: تبت يدا أبي لهب وتب. مات بعد وقعة بدر بأيام ولم يشهدها.